النهارده باذن الله يا جدعان يا شباب هنخلص ليسون 2 اللي هو كان اخر في حاجه فيه كانت الاليمنت والكومباوند. تعال راجع الشيت بتاع الايه اللي قبل الحصه كده. نقط از اونلي ليكويد اليمنت ويتش هاز 1 اتوم. حد يحل معانا كده يا جماعه؟ اتفضل يا سندس. ميركوري هوايل ويتش هاز 2 اتوم هيبقى كملي برومين فروم ان اكتف جازز. من الان اكتف جازز يا حبيبه حبيبه يا حسني. From the inactive gases are helium and neon. هيليوم ونيون. الاكتف جاز اكسجين ونيتروجين. برافو. تمام. حد يفتكر الديفينيشن بتاع الاليمنت؟ مارتينيوس. It is the simplest pure form of matter which can't be analyzed into two simpler substance by chemical method. We heat a piece of ice. كلنا في صوت واحد. محتاج كم نقطة في الحل؟ Four. أربعة. اللي هم جماعة S, S, F. Will it change? الاس الاولانيه فور سبيد او موشن اللي احنا قلنا يا جماعه وي هيت ا بيس اوف ايس السبيد ويل انكريز السبيس ويل انكريز الانتر موليكولار فورس ويل ديكريز الايس ويل تشينج تو ووتر. تمام اتفضل بس تكتب صح. Active gases are diatomic. والinactive monatomic. نفس السؤال بس بطريقة تانية. نقطة ضرورية جدا احنا اخدناها المرة اللي فاتت. ركز كده على البورد بالراحة. شرحنا لو تفتكروا يا جماعة الووتر موليكول اللي هي رمزها ها H2O لكن الأكسجين O2 وشرحنا من التو موليكول in front of you we have a different. ايه different لو تفتكروا؟ ثلاث جمل. أول جملة قلنا الموليكول of the same substance تبقى مالها يا محمود يا حديني؟ الموليكول بتاعت السيم سبستانس بتبقى alike شبه بعض لكن الموليكول يا عيسوي بتاعت الدو ديفرنت سبستانس ديفرنت يبقى لو اتكلمت على نفس الماتيريال بيبقى نفس الشكل لكن تو سبستانس يا جماعه هيبقوا مختلفين. الجمله الثانيه the molecule consists of smaller building unit او structural building unit هيبقى اسمها ايه يا لامار؟ ايوه مستر السؤال ايه السؤال كان بيقطع الموليكول بتتكون من بيلدينج يونت اسمها اتومز. تمام اخر معلومه الموليكول ار ديفرنت بتوين اتش اذر ان 3 ثينجز مختلفين بينهم من بعض في ثلاث حاجات. حد مذاكر خليفه نمبر 1 غلط يوسف برافو نمبر اوف اتومز يعني عدد الاتومز وباشي kind of atom تمام يبقى مختلفين في النمبر والكايند مارلي the way of combination between them تمام ده اللي احنا قلناه يا جماعه لو تفتكروا في نص الحصه اللي فاتت ان الموليكيول في نفس السبستانس بتبقى لايك ما بين سبستانس والثانيه بتبقى ديفرنت الموليكيول از كومبوزد اوف اتومز حاجه اصغر منها الموليكيولز مختلفه بينها وبين بعضها في عدد الاتومز انواعها الواي اوف كومباينيشن اللي هو طريقه تجمعها او طريقه تكوينها ان هم يتجمعوا ازاي مع بعض. ركز انواع الموليكولز اخذنا ثلاثه element compound mixture قلنا الميكتشر خدناه في جونيور 5 يبقى انا تكمله الدرس هتبقى في ايه وفي ايه؟ element وكومباوند. تعال نفتكر مع بعض كده ايه الفرق بين الاليمنت والكومباوند؟ كلنا يلا ها الشكل ده هيبقى element
element. element. الشكل ده compound. تمام. تعال نقارن ال element بيبقى similar ولا different؟ similar. أما ال compound different. كنا بنقول إن ال element it is the simplest pure form of matter which can't be analyzed into chemical substance or more. ده E ده C. ده E ولا C؟ C. E ولا C؟ E. E. يلا. C. 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 تمام. احنا كده لسه فاكرين من الحصة اللي فاتت الفرق بين الإليمنت والكومباوند. طب تعالى كده تعريف قلناه. النهارده بقى نفتكر مع بعض برضو كأننا بنعمل ريفيجن وأبر فيو كده على الحصة اللي فاتت. One atom يبقى اسمها monatomic. Two atom يبقى اسمها diatomic. المونatomic اللي هي بتتكون من كم اتوم؟ One. اللي فيها solid وليكويد وايه؟ Yes. شاطر يرفع ايده ويقول لي انواع او ايه example للelements solid monatomic. اتفضلي يا حبيبه يا حسني. Solid monatomic عندنا الميتلز كلهم الايرون والكوبر والالومنيوم والسلفر. برافو اكسلنت. The liquid which consists of only one atom. بس انت mercury. الجاز المونو اتوميك جاز اللي احنا بنقوله ليهم اكتر من اسم. ممكن اقول كلمة inactive؟ ممكن اقول كلمة inactive؟ ممكن اقول كلمة noble gas. هيليوم نيون هاربون كريبتون هيليوم رابون. تمام. عندنا ستة هيليوم نيون أرجون كريبتون زينون ايه اللي احنا اخدناهم المرة اللي فاتت. الدياتوميك which consists of كم اتوم؟ تو اتوم اور مور. تو اتومز. الليكويد الوحيد الدياتوميك يا يوسف يا هدهد مستر الليكويد بروماين. بروماين. الجاز معاذ بيتقال عليهم ايه يا معاذ؟ بيتقال عليهم ايه جازز؟ اكتف. يبقى الاكتف جازز دياتوميك اللي هم مين يا معاذ؟ ها هيدروجين كلورين فلورين. صح يا باشا. النهارده بقى الكومباوند هو مين هو كومباوند يا جماعه؟ 1 ولا 2؟ 2 اللي هو بيتكون من ايه؟ من 2 اور مور ديفرنت. يعني النهارده بقى مصعد الموضوع مختلف مش متشابهين، المره دي بقوا مختلفين. طيب يعني ايه يا مستر؟ يعني ده عباره عن الفرق بين الاليمنت والكومباوند ان الاليمنت يا جماعه بقول عليه ان هو سيميلر لكن الكومباوند 2 اور مور different يعني بيبقى اتنين او اكتر بس بيبقى ماله متشابه ولا مختلف؟ مختلف. يعني ايه يا مستر مختلف؟ يعني بقى مش شبه بعض. It is a substance which consists of two or more different atoms. يبقى انا يا جماعه لازم ابقى عارف ان هم مختلفين. يعني ما ينفعش اقول ال O2 ده كومباوند. ال O3 اللي هو كان الاوزون اللي عليك مش كومباوند مع انه ثلاثه. طب ليه؟ لان هم الثلاثه شبه ايه؟ بعض. الفقره دي بقى ديفرنت اي اتومز عشان كده بقول عليه كومباوند، حاجه متركبه مركب. يبقى لازم يا جماعه ابقى عارف. With constant weight ratio. يعني بنسب متساويه. مش فاهم يا مستر يعني ايه؟ يعني تعالى كده انا هتخطى اول كومباوند عليك واروح للتاني. طب اشمعنى يا مستر التاني؟ لان انت اوريدي اول ما هتبص للرسمه هتعرف مين الكومباوند ده اللي كان علينا في جونيور 6. حد فاكر ده يا جماعه مين؟ محمود عمران. يبقى حضرتك ترفع ايديك واقول لك اتفضل. H2O حوده النيم اسمه ده ايه ده؟
ده اسمه ايه الكومباوند ده؟ ووتر موليكيول. كله يركز يا جماعه مع محمود. السيمبل بتاعه رمزه H2O. من H2O يا جماعه محمود يقدر يقول لي النمبر اوف اتوم والنمبر اوف شير اليمنت. يلا يا حوده، النمبر اوف اتوم هو كم اتوم قدامك يا محمود؟ 3 اتومز، اللي هم مين يا حوده؟ two hydrogen atoms one oxygen atoms. الله يا مستر، ده الموضوع سهل خالص جدا. لو انت مذاكر الاليمنت كويس هتبقى النهارده حصه النهارده فسحه، هي الريفيجن، هي تقفيل الدرس بالنسبه لك. يلا يا محمود، النمبر اوف اليمنت شير يعني كم شكل من الكور قدامك؟ 3 2 ليه 2 يا كيرا؟ تمام، عشان خاطر الاتش والاتش زي بعض، بس هو محتاج يركز شويه محمود. يبقى انا عندي شكلين، عندي الهيدروجين وعندي الاكسجين، بس الحظ 2 هيدروجين وواحده ايه؟ اكسجين. مفيش حاجه اسمها كنت غايب، كنت غايب دي، كنت غايب دي اتلغت من 4 سنين، من اول ما الكورونا بدات وبقى في ريكوردات للحصص وعاملين ريكورد للحصه. انت لو غايب زي رهف صح يا رهوف، تروح وتذاكر الحصه اللي عليك لو انت تعبان لا قدر الله. يبقى انا يا جماعه اول كومباوند عندي الووتر رمزه H2O، افصص كده الكلام 2H 1 اكسجين، يبقوا كام اتوم؟ 3. وطبعا يا جماعه element shares 2 نوعين، هيدروجين واكسجين. طيب تعالى كده نروح لحاجه غلسه شويه. الكومباوند اللي قدامك اسمه امونيا. عايزين حد من الاونلاين بقى يساعدني. لو جيت قلت لك ان الامونيا ده رمزها NH3. لمار اتفضلي يا لمار. يبقى حط على الكوره رمز ايه والكور الصغير رمز ايه؟ الكوره الكبيره N والكور الصغيره H. تمام، زي ما قالت رمار باذن ومارك من غير اذن. الكرة الكبيرة N والكور الصغيرة H، حتى الرمز اسمه ايه يا جماعة؟ NH3. ده أمونيا جاز يا إبراهيم، ده عبارة عن جاز اسمه بالعربي النشادر، بتحطه ماما على البسكوت، حتى بسكوت مشهور جدا اسمه بسكوت النشادر، بيبقى ليه ريحة معينة كده، أكيد أنت شمتها قبل كده وهما بيعملوا البسكوت في البيت زي الفانيليا والحاجات دي. هي الجاز ده يا جماعة لمار هتفصصه دلوقتي. يلا يا رمار، نمبر اوف اتوم كم كرة قدامك؟ 4 اتومز، اللي هم مين يا لولو تعرفي؟ اللي هم 3 هيدروجين وال1 نيتروجين. 3 هيدروجين و1 نيتروجين. طيب نمبر اوف اليمنت شير، شكل الكور اللي قدامك يا لامار؟ 2 هيدروجين وهيدروجين. شكرا، نيتروجين وهيدروجين. حد من اللي قاعدين يا جماعه لقى صعوبه في الموضوع ده؟ يبقى تاني انا بناخد حاجه اسمها الكومباوند، بمجرد ما تحفظ اسم الكومباوند ورمزه خلاص خلصت، خلاص خلصت، بقى بالنسبه لك الموضوع عادي خلاص، ما فيهوش اي صعوبه. طيب تعالى كده يا جماعه بالراحه نشوف كده الاي الكومباوند الاخير. الكومباوند الاخير هبدا بطريقه عكسيه شويه، اشوف الناس فاهمين ولا مش فاهمين. كم اتوم؟ كم اتوم قدامك؟ 2. كم element شير؟ 2. ده خلاص، ده احنا خلصنا، ده احنا بقينا دلوقتي تمام التمام. طب ليه يا مستر بدات بكده؟ لان حضرتك النيم بتاعنا اسمه هيدروجين كلورايد. مين شاطر يا جماعة يقول لي السيمبل، هل هيدروجين هيبقى رمزه؟ H هيدروجين، كلورايد Cl، فرمزه ايه؟ HCl، اسمه ايه؟ HCl. التو اتومز 1 هيدروجين، اتوم 1 ايه؟ 1 كلوراين اتوم،
والنمبر اوف اليمنت شير هيدروجين وايه وكلورايد. حاجه صعبه مستر؟ انا مش فاهمه اللي هي حته الاليمنت شير. الاليمنت شير اللي هو كام شكل من الكور قدامك، ادي اتش وادي سي ال، واحده اتش وواحده سي ال، شكلين. لكن يعني هنا احنا بنقوله الاليمنت شير تاني. طب ده 2 اتش ادي نوع، واحده او ادي نوع، يبقى نوعين. يبقى ماليش دعوه بعدد الكور، انا ليا دعوه بعدد الانواع يا لامار. تمام يا لامار؟ يعني احنا نقول له المنت عشان احنا ناخده نوع لوحده صح؟ هو بقى هو بقى هيقول لك بقى في الامتحان اكيد. يبقى تعالى كده يا جماعه نقارن بين الثلاثه كده. هيدروجين كلورايد، انا عايز الناس بس تبقى مصحصحه معايا. ووتر امونيا. لو انت افتكرت الكيميكال فورمولا اللي هو الرمز خلاص هتفضل او هتفتكر الشيب الشكل وعدد الاتومز وعدد الاليمنت. مين يختار اي واحد ويحاول معايا؟ عايزين حد ما حلش خالص. اتفضل احمد، محمد، محمد ايه تاني؟ قول يا محمد يا هشام. عايز تختار اهم واحد في الثلاثه؟ الهيدروجين كلورايد رمزه برافو اتش سي ال، الشيب شكله كره واحده، تو بول، واحده كبيره واحده صغيره، ها نمبر اوف اتومز تو، ونمبر اوف اليمنت شير تو، يبقى الاثنين قد بعض. عايزين حد من الاونلاين ما يكونش حل. ها يا مصطفى. ايوه الووتر. الووتر تبقى فاكره رمزها؟ تبقى او اتش 2 اتش 2 او، عكس الكلام اللي انت قلتيه. ماشي، كم كوره؟ 3. تمام، كورتين صغيرين وكوره كبيره. ها كم اتوم؟ 3. كم اليمنت شير؟ 2. 3 اتومز، 2 هيدروجين 1 اكسجين، و2 اليمنت شير اللي هم هيدروجين واكسجين. امونيا، عايزين حد من اللي قدامنا ما يكونش حل. ازاز اتفضل. انت حليت مرتين صح؟ عشان بس مره. طيب هو ما حلش خالص. ان اتش 3 كره واحده كبيره وثلاثه صغننين. ها 2 عدد الاتوم قدامك 2 4 وكم اليمنت شير 2. طيب نشوف كده يا جماعه سؤالين رايت ساينتفك تيرم عندك في الملزمه. استاذن الناس بس قبل ما يوزعوا الملازم يا جماعه، ثانيه واحده. مين يحل معانا ده في الشرح؟ فين في الشرح؟ في بيج 24. انت طبعا هتتفاجئ ان الشرح قليل خالص النهارده، هو مجرد صفحه واحده. تعريف الكومباوند اكتب عليه سيف. It is substance which is formed from combination of atoms of two or more different element with constant weight ratio. ما حدش سالني يعني ايه constant weight ratio. هل ينفع اقول يا يوسف الووتر HO2؟ ينفع اقول الووتر اتش او؟ لا، يبقى لازم نسبه ثابته اللي هي كام اتش 2 وكام او 1. طبعا الجدول لازم تبقى عارفه كويس قوي، في مقارنه بين الاليمنت والكومباوند، وطبعا جيف ريزون ده احنا عارفينه. تعال نحل الاثنين ساينتفك تيرم. يلا بينا يا جماعه. The molecule at which the number of atoms equal to their number of time. يعني عدد الاتوم قد الاليمنت شير. عدد الاتوم قد الاليمنت شير. اسامه هيدروجين كلورايد اوصف لي كده يا اسامه ازاي؟ 2 اتوم وكم اليمنت؟
two, اتنين واتنين. The molecule which has its atom double of its atom. كريم وليد. Ammonia molecule. Ammonia, bravo. أو NH3. Three. تمام. إزاي مستر الأمونيا؟ تعال كده نشوف إزاي عدد الأتوم ضعف الدبل بتاع الإليمنت. بص حضرتك هو بيكون من كام أتوم يا جماعة؟ فور. ومن كام إليمنت شير؟ يبقى الرقمين زي بعض ولا دبل؟ اتفهمت يا شباب؟ طيب تعال كده نراجع الهوم ورك. هنمشي بالترتيب. يلا يا هنا النهارده هم سينوا الهوم ورك بره عشان كبير. يلا يا هنا. On heating a solid material, this lead to increase in the speed او motion او velocity. الثلاثه ينفعوا. اللي هشوفه بيتكلم هيزعل مننا. So the نقط among this increase. برافو الانتر موليكولار سبيس. نمبر 2 يلا يا بسنت اللي هيشارك معانا في الاونلاين يعمل ريس هاند. ماشيين بالترتيب يا مصعب. In the melting process solid molecule gain برافو and change into liquid. في ثلاثة رافعين في الاونلاين. اتفضلي يا لامار. During vaporization process liquid molecules gain energy and change into gaseous state. تمام gain ويتحول لجازيوس. احمد شريف. بس matter consists of small building unit called seed. المطر بتكون مولو. وبعدين سمولر بيلدينج يونت اسمها سي. ريماس هتحضر الحصه دي والحصه اللي جايه اربعه شرحنا خلاص حل. تاخد الشيت بقى وعلمي الهوم ورك واحضري. بس احضري مراجعه الهوم ورك بس واحضري اول شرح الحصه اللي جايه اول ربع ساعه. يلا يوسف يا هدهد. المولكيول اوف وان سبستانس ار الايك. الايك صفه 5. But they differs from other substance molecule. تمام. يلا يا سماء. اتفضلي يا سماء. All solid molecule are formed of كم atoms solid؟ غلط. 1. ما كانش فيه سوليد غير ناحيه الموناتوميك. رجعين. الهيليوم از كونسيدرد فروم. ايوه اهنه جازز اكتف ولا ان اكتف؟ غلط ان اكتف. والموليكول بتاعه بيبقى وان اتوم ولا تو اتوم؟ وان اتوم اللي هي موناتوميك. ها هو احنا لسه عادي لو احنا كتبنا انرت جاز؟ عادي. قول يا غباشي. ميركوري برومين. في سؤال عشوائي بيبقى في النص. يلا بينا عمر. اتفضل يا عمر حل. Number 9, molecule of active gases are formed of two atoms, while the inert gas are formed of one atom. Number 10, نرجع تاني للترتيب عشان الناس صحصح بس. اتفضلي يا بسنت، حضرت الحصة اللي فاتت؟ Hydrogen molecule is composed of two atoms, while argon one. هيليوم نيون ارجون كريبتون زنون رادون موناتوميك. ريماس.
الكلورين بيتكون من كم اتوم؟ الكلورين دايتوميك 2 سلفر 1 اتوم. عايز سارة؟ يلا يا سارة. ايوه يا مستر. On heating solid substance ايه اللي بيحصل؟ بي السبيس بتزيد. طب ما الفورس كمان بتقل والفيلوسيتي اللي هي السبيد بتزيد، يبقى all the previous سارة. عسوي ورا حل نمبر 2. نفس الكلام يا جماعة، velocity يعني speed، السبيد بتزيد السبيس بيزيد الفورس بتقل all the previous. ماشي شكرا. اتفضلي اسمك ايه؟ اتفضلي ياسمين. الفيلوسيتي بتاعت الجازز فيري فاست. سندس الموليكول از كومبوزد اوف فيري سمول بارتيكلز كولد اتومز. يوسف هدهد the molecules that consist of similar atom is called an element. An element. Marley, the molecule of iron is one atom. All of the following, يا كيرا. Nitrogen. كل دولت monatomic ما عدا النيتروجين. ريتاش كتات. ذكرتي يا ريتاش الحصة اللي فاتت؟ أحمد غزال. الموليكول بتاعت النوبل جاز مالها؟ تو أتومز. غلط، وان أتوم. النوبل أو الإنرت أو الإنكتيف وان أتوم. رحمة. بروم إنرت جاز. رحمة. يا رحمة. هيليوم. براء monatomic liquid. mercury. all of the following يا رغد active ما عدا argon. حلينا الرايت scientific term صح؟ give reason. قلنا يا جماعه oral كده لو تفتكروا ان there is a change of matter from by heating from كذا to كذا. هنحل نفس إجابة أسئلة الوات إيه؟ هابن اللي هو اس اس اف. الاس هتزيد الاس هتزيد الاف إيه؟ هتقل. When water gains energy it convert into gas. نفس الكلام اس اس اف. Give an example حليناه. Define. تعالى كده نقولها oral. يلا يا رهف. Melting process تعرفي؟ ايوه تمام. هيا مصطفى يلا يا هيا. vaporization process it is the change of matter from the liquid state to gaseous state by heating. تمام. it is the change of matter from liquid state to gaseous state by heating. رودينا element A simplest pure form of matter can be analyzed to simplest state or more. تمام. طيب رودينا ايه بقى؟ رودينا ابراهيم. رودينا ايه؟ رودينا ابراهيم. ابراهيم ونور جمال باين صح كده يا نور؟ ايوه. تمام. طبعا الوات هابن حليناه المره اللي فاتت. شوز ذا اود وورد حليناه. كومبير برومين وميركوري. برومين لو جيت بقى قارنت بينهم هما الاثنين ما حدش يقول لي ليكويد لان هما الاثنين نوعهم ايه؟ ليكويد. الفرق ما بينهم في حاجه واضحه جدا. مين اللي عليه الدور؟ مارتينيوس. ده دايتوميك وده مونوتوميك. تمام. طب يلا بينا. ايوه ماشي. ليكويد وسوليد وجاز.
مين اللي عليه الدور؟ احمد. يلا يا مودي الاول. يا مودي قبل ما تحل قول لي مين فيهم سوليد ومين ليكويد ومين جاز. برافو، ده سوليد وده ليكويد وده جازيوس. يلا يا صاحبي قول لي. باي هيتنج سي، لما سخن سي ات تشينج تو بي، وده هيبقى اسمه ميلتنج. وطبعا اللي بعديها باي كونتينوسلي هيت، بي هيتحول لايه؟ از نون فابورايزيشن. يلا بينا، اتفضل يا يوسف. The molecule of water is formed due to the combination of الووتر رمزاه، يبقى كمل. Two hydrogen atom and one oxygen. حبيبة حسني، يلا حبيبة. Hydrogen chloride is compound of الهيدروجين كلورايد consists of كلوراين اتوم وهيدروجين اتوم. برافو، كلوراين and hydrogen. Choose the correct answer. يلا نروح للحديني. يلا حديني. Water molecule is composed of ايوه مين؟ سي. يلا ابراهيم، الهيدروجين كلورايد بيتكون من كام اتوم؟ 2. باشا صحصح. All of the following molecule element except غمراوي دي. المولكيول اوف اوكسجين بيتكون من مسعد؟ أزاز. Two atoms. محمود. Two atoms of two different elements. مين؟ مين بيتكون من اتنين أتوم مختلفين؟ الأمونيا أربعة أتوم. الووتر تلاتة. كام اللي بيتكون من two أتوم؟ طبعاً صوديوم كلورايد. صوديوم كلورايد يا جماعة زي الهيدروجين كلورايد. بس الهيدروجين كلورايد از جاز، هيدروجين كلورايد انا بتكلم از جاز، اما الصوديوم كلورايد ده يا جماعه سوليد. يبقى لو جاء لك تو ديفرنت اتوم، عندك يا اما هيدروجين كلورايد وده نوعه جاز، او صوديوم كلورايد اللي هو ملح الطعام وده سوليد. ودي معلومه وقعت طلبه كتير لان هي موجوده في كتاب المدرسه، وكويس ان احنا حلناها دلوقتي. يلا اللي بعده. عمر. يلا يا عمر. The number of element is equal to the number of atom n. الاثنين قد بعض، لسه قايلينها. حد مصحصح معانا؟ احمد؟ غلط. 3 و2، عايز 2 قد بعض. خليفه؟ اتنين وواحد في الاكسجين طبعا. تيبل سولت، الناس قاعدين مش مركزين. يلا يا عمر. The models that represent water. مين في دولت water؟ سي. Which of the following mark لا مؤاخذة contain largest number of atom، اكبر عدد في دولت مين؟ الامونيا. اسامة، الامونيا والووتر هما الاثنين بيشتركوا في ايه؟ قول الرمز بتاع الامونيا. قول رمز الامونيا. NH3 ورمز الووتر H2O، هما الاثنين مرتبطين بيه هيدروجين. يلا يا خليفه. نقط موليكيول كونتين نمبر اوف اتوم دبل. لسه حلينا في الحصة. أمونيا. Write the scientific term. محمد هشام. The combination of two or more different elements. Compound.
A substance, يا معاذ, بتكون من two or more different elements. ده تعريف ايه ده؟ عنوان درسنا. Compound. الكومباوند اللي بيتكون من two hydrogen, one oxygen. عسوي. Two hydrogen, one oxygen. Two hydrogen, one oxygen. لا إله إلا الله. محمد أيمن. محمد. Water. Water مولي. مش عارف هو بيفكر في إيه. ناديت عليه الأول وبعد كده ناديت عليك. حل اللي بعديها. شكرا يا محمد أيمن. The compound which consists of one sodium, one chloride. الزقهم في بعض. Sodium chloride اللي احنا قلنا عليه table A. Salt. يلا يا ياسين. 3 hydrogen, 1 nitrogen. يعني NH3, فاكر ده اسمه ايه جاز؟ إله الشمس عند الفراعنة. طبعا give an example. ليه الأكسجين is element؟ لأن هو one similar. وأقول تعريف. طبعا ده two different. Two similar و two different. ليه المولكيول بتاع الهيليوم مختلف عن الهيدروجين؟ لأن ده monatomic noble. لكن ده diatomic active. تعال نبدأ من أول تاني. يلا يا هايا. هنا. وليه نوبل جاز؟ إكزامبل. هيليوم نيون تمام مش حاجه اطبل لك في الامتحان خدي بالك بس انت الكومباوند بيتكون من 3 اتوم ووتر برافو اكسلنت يا بسنت كومباوند يا غباشي بيتكون من 4 اتوم امونيا يا ريت حد من اللي قاعدين يركز معانا شوز ذا اود وورد then write scientific term عايزين نطلع واحد مختلف من دولت سماء الامونيوم والباقي كومباوند برافو لامار اللي بعده يا لامار فلوراين كالسيوم كربونيت بروماين كربون كالسيوم كربونيت والباقي element what are the properties of the molecule قلناها طبعا لو جاء لك مقارنه من الووتر والامونيا الووتر رمزها ايه والامونيا وتقدر تشرح بقى اي حاجه هنا واي حاجه هنا شو باي دايجرام الادورد اول واحده element هشيل الكالسيوم كربونات والباقيين كلهم element الباقيين مش المفروض البرومين ده كومباوند؟ البلورومين ده دياتوميك، دياتوميك إليمنت يا توتا. تمام. إليمنت الحصة اللي فاتت. في ناس كتير بتغلط في كارثة بقى بتغلط في ده. يقول لك ارسم، مين شاطر يقول لي الأكسجين لما هرسمه أرسمه إزاي؟ بس أنت دايرتين زي بعض برافو. الووتر مين شاطر يقول لي الووتر رسمتها هتبقى عامله ازاي؟ حداني. تلات كور زي بعض. واحده كبيره واثنين صغيرين. هيا مصطفى التيبل سولت اللي هو صوديوم كلورايد. صوديوم كلورايد؟ زي الهيدروجين كلورايد هيبقى؟ دايره كبيره. ودايره صغيره. مين يقول لي الامونيا؟ الامونيا كيره. ثلاث دايره كبيره وثلاثه صغيرين اخر سؤال
هتطلع من الرسمة اللي تحت دي الحاجات اللي فوق دولت. هيدروجين، ووتر، هيليوم، هيدروجين كلورايد، أمونيا، أيرن. هاخد السؤال كده سكرين عشان يبقوا موجود كله مع بعضه. ادي السؤال وادي الصور بتاعته. وصغره شوية واجيب السؤال. مين شاطر يحل معانا؟ فين الهيدروجين؟ او طلع حاجة. يعني السؤال ده في ناس غلطت فيه في الامتحان، جا في امتحان. حضرتك طلع اللي انت عارفه وحطه مكانه. يعني قول لي ايوه يا مستر انا الرسمة مثلا انا عندي A B C D E F، قول لي الرسمة الفلانية انا عارفها. طب مين يحاول معانا؟ لمار اتفضلي. سي يا مستر انا عارفاها، تبقى ايرون موليكول. سي القريبين من بعض ده الايرن. الايرن فين يا واد يا عمرو؟ نمبر 6. يبقى سي. يبقى احنا حلينا، شلنا صوره وسؤال. اتفضل يا ياسين. ووتر الاي، برافو. ووتر الاي. يبقى شلنا سؤالين وفاضل الاربعه. قول يا عمران. الأمونيا دي فاضل ثلاث أسئلة. مين يشارك معانا؟ هنا السكري اتفضلي يا هنا. هيا هنا. الهيدروجين كلورايد. الهيدروجين كلورايد مين؟ ايه هنا؟ هتكون ايه؟ الهيدروجين كلورايد هتكون ايه؟ برافو، لان هم مش شبه بعض. فاضل صورتين. طب يلا كل اللي قاعدين، الهيدروجين هيبقى بي، والهيليوم اف لان هو كون اتوميك. تمام. فاضل حاجه؟ لا فاضل حاجه. ركز قبل الامتحان بتاع الحصه اللي جايه. حضرتك ركز معانا. انت كده عندك النهارده ايه يا جماعه؟ النهارده ايه في الايام؟ الاثنين صح؟ الخميس هيبقى امتحان، وهيبقى الاثنين اول حصه في الدرس الجديد صح؟ بس قبل ما يجي الدرس الجديد انا عايز اقول لك حاجه لازم تعملها. اقعد يا استاذ مارك. لو جيت قلت لك يا جماعه مين شاطر يقول لي رمز الهيدروجين اتكرر قدامنا 100 مرة، هيدروجين هيبقى ها؟ اتش. العلماء أخدوا أهنه لتر أول حرف. طيب رمز الهيليوم ده بادئ بإتش برضه، هياخدهم اتش إي حرفين. يبقى لما حصل شيرنج بتوين تو إليمنت باي ذا فيرست لتر بدأنا ناخد الليتر 1 وليتر A 2. بس لما بتيجي تكتب لو حرف واحد تكتب له ان كابيتال، يعني على حرف A كابيتال. طب لو حرفين يبقى الاولاني كابيتال والتاني. طب مستر كربون هيبقى الرمز C. مين شطور؟ طب لو كالسيوم CA. CA الاولاني كابيتال والتاني سمول. ينور عليكم. تمام. يبقى انا كده عرفت لو حرف واحد يبقى كابيتال، لو حرفين يبقى الاولاني كابيتال والتاني ايه. وامتى بكتب حرفين؟ لما اتنين اشتركوا مع ايه؟ مع بعض. حضرتك من بعد الامتحان هيبقى قدامك اسبوع. من بعد الامتحان هيبقى قدامك خمس ايام. الامتحان الخميس هيبقى معاك خمس ايام. خميس، جمعه، سبت، حد، واتنين قبل ما تيجي الحصة. عندك جدولين لازم تحفظهم. هتلاقي فيه إليمنت سهلة خالص. هيدروجين، هيليوم، اتش اي، ليثيوم، ال اي، كربون سي،
نيتروجين N, أكسجين O, فلورين F, نيون NE, صوديوم NA, مغنيسيوم MG, ألمونيوم AL, سيليكون SI, فوسفورس B, سلفر S, بوروم B, كلوراين CL, أرجون AR, بوتاسيوم K, كالسيوم CA, ايرن FE, كبر CU, زنك ZN, برومين BR, سيلفر AG, أيودين I, جولد AU, ميركري HG, ليد BB, كروميوم CR, بريليوم BE. نصيحة مارلي بعد إذنك. نصيحة بقى. أنا آسف الشخص بقى اللي هيبقى مش شاطر اللي هيعمل إيه؟ هيزنق نفسه يزنق نفسه يزنق نفسه ويجي يوم الاثنين اللي زي النهاردة قبل الحصة يعمل إيه؟ يطلع ويحفظ. لا. فلو شاطر تقسمهم على 4 مرات. الجدول الأولاني احفظ مثلا لحد النيون نصه فاهمين؟ وبعد كده من النيل للآخر وراجع الجزء الأولاني. بعد كده تاني مرة احفظ لحد السيلفر وبعد كده احفظ السيلفر للآخر. لكن لو حفظت كله مع بعضه هل هتعرف؟ طبعا لا. وابدأ من الجنب ده لأن الجنب ده أسهل. فيه هيدروجين وهيليوم وكربون حاجات احنا أخدناها ألمونيوم حاجات سهلة بالنسبة لك. تمام يا جماعة؟ في صعوبة كده يا شباب؟ طب مستر هو مستر الامتحان